فجر ما قال اقسم للحسين ما قال وش قال طيب ايوه ليه ليش والحسين اوكي قال أيوة. والحسين اي ليه ما تقول والحسن والحسن ليش ما تقول والحسن والحسين يعني ليش قلت يعني ايوه هذا غلط هم ترى والحسين ملك العرب الحسين ملك العراق ملك العرب وصدام طيب صدام يا با صدام ايش صدام نجم العرب نجم العرب صدام نجم العرب ونجم الكويت طيب اوكي نقول عادي يابا انا فاهمكم وصل صدام عيني انطوني مجال اتكلم عيني تفضل حبيبي المايك صدام حسين سوى خطا بس انا احب صدام حسين واحذر كل الشيوخ اعطوه صوت يا بيزا يا اخي شويه خله يتكلم مالك داعي والله ما اسمع شيء اسلم يا كابتن امريكا يابا انطوني مجال نتكلم يابا اسمعني ايوه اتكلم قدام حسين لازم ما تجيبون اسمع قدام حسين توفى قبل 31 سنه الله يرحمه مسلم ويرحم عليه الله شنو سوى هو غصب غادر الكويت 47 ثروه كذي غادر الكويت الله يهديه صح ولا لا طيب فوكس اب فور ذا نيكست والله المحنه شابه معاكم يا ابو معلش اسمع يا معانا كرتونة انا صراحه ما ادري ما فهمت شيء قاعد انت تقول صدام حسين صدام العراق حسين هذا صدام حسين هذا فحل امك هذا فحل امك هذا ناكك نيك هذا ناك امك وخلفك يا قحبه هذا ابوك يا شرمون تغلط عليه ليه انت ايش فيك لا تسب لا تسب لا تغلط عشان ما نغلط لو سمعت خليك محترم واحترم نفسك يا بابا تبغى الحياة يا حبيبي كيف تريحنا لو سمحت يعني احنا نتكلم معك بادب واحترام لا تخليني معنا بادب واحترام لا تخليني اجيب الحين لو سمحت يعني